احنا رانا نتقدم في مسعانا هو لم شتات المنتخبين السابقين وكذلك لم المناضلين في اطار فضاء يساهمون فيهم بافكارهم وبوجودهم. على كل حال احنا اليوم راكم لاحظتوا اليوم لقاء كان قوي وكان ناجح جدا، وهذه رساله كذلك الاخوه استجابوا للنداء فخامه الرئيس، والرساله اللي بعث بها في اليومين الاخيرين يعني والرساله يعني كانت واضحه وقويه، واحنا كل منتخبين السابقين وراء رساله فخامه الرئيس لاننا ننتمي الى مدرسه تعترف بجميل الرجال ولا تنكر جميل الرجال. والشيء اللي قام به سيد فخامه الرئيس منذ توليه سده الحكم لا ينكره الا جاحد. تشوفوا انتم السلم والمصالحه، أرد العزة والكرامة للجزائريين، مسح دموع الجزائريين، عاد البسمة لأبناء الجزائر التي كانت غائبة. شوفوا كل الإنجازات على مختلف ربوع الوطن العزيز، من طرقات، من المياه للغاز الطبيعي، كل هذا الشيء يعني كانت رسالة باش الناس اللي ناكرين الجميل والذين يشككون في إنجازات الرجال، حنا نقولوا باللي كلنا مورا فخامة رئيس الجمهورية، كل الحضور اللي راكم تشوفوا اليوم مورا السيد فخامة الرئيس، واللي رانا نطالبوا بالاستمرارية لاستمرار التنمية في بلادنا.